ارتفع منسوب التوتر عند الجبهة الجنوبية فاشتعلت فجرا بشكل عنيف، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة ضربات زعم أنها استباقية قدرت بنحو 60 غارة على جنوب لبنان. العدو الإسرائيلي استهدف لأول مرة بشكل مباشر مركزا للجيش اللبناني في علم الشعب ودمره بالكامل من دون وقوع إصابات. وطالت غارات العدو أطراف بلدات زبقين، بتولي، طي حرفة، شمع، ووادي العزية والحنية، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وبخاصة شبكتا الكهرباء والمياه. الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مرتفعات جبل الريحان وسط تحليق على علو متوسط فوق منطقة جزين وفوق قرى قضائي صور وبنت جبيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات على عدد من الجبال والأودية في القطاعين الغربي والأوسط، وتزامن ذلك مع أطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيت الشعب والنقورة. كما أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي صواريخ جو أرض باتجاه بلدة المنصوري قضاء صور من دون تسجيل إصابات. كما استهدفت غارة من مسيرة بستانا في محلة القاسمي، مما أدى إلى إصابة عامل سوري. وفي القطاع الشرقي أغار الطيران المسير مستهدفا سيارة في منطقة جبلة في بلدة الخيام، أدت إلى سقوط شهيد ينتمي إلى حركة أمل وهو أيمن كامل إدريس من بلدة الخيام. كما نعى حزب الله الشهيدين خضر موسى سويد من بلدة حريص وحمزة محمد زلغوط أيضا من بلدة حريص في جنوب لبنان. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على أطراف بلدة زبقين، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي شبعة وبلدة الظهيرة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على ظهور قلعة شقيف لجهة النهر، زوطر، أطراف عين قانا، كفرفيلة، لويزي، بصليا وكفر ملكي. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن القصف الإسرائيلي على بلدة الطير أدى إلى استشهاد شخصين، وأضاف في بيان آخر أن سلسلة الغارات الإسرائيلية الصباحية على بلدات جنوب لبنان أدت إلى إصابة شخصين. ونفذ الطيران الإسرائيلي زنارا ناريا واسعا من الغارات التي طاولت في معظمها مناطق حرجية ومفتوحة. على الضفة المقابلة زعم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم عدة أهداف لحزب الله شكلت تهديدا بعد رصد استعدادا منه لإطلاق صواريخ وقذائف باتجاه الشمال، وقمنا بإزالة التهديد. وطلب الجيش من سكان الجولان البقاء في الملاجئ. وتوجه جيش الاحتلال في رسالته إلى سكان جنوب لبنان حض فيها جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قرابة 100 طائرة حربية هاجمت آلاف المنصات التابعة لحزب الله في عملية استباقية بتوجيه من الاستخبارات.